هذا سائل يقول: عند سفري إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكوثي هناك تقريبا لمدة أسبوع، يقول عند سفري إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثي هناك لمدة أسبوع، فهل لي أن أسلم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ لا، تسلم عليه عند قدومك إلى المدينة ويكفي.